أنتوني ما نقول لك الله يرحم والدتك اليوم الخسارة الكبيرة. يعني الله يخلي أهل الجميع. وأنا بالنسبة لإلي بحب أقول إنه كل واحد أهله بعضهم عايشين يضل حدهم بكل الأوقات، ما بتعرف بأي ساعة بيخسر شخص أهله، وهذا اللي قطعنا فيه نحن شخصيا. يعني هيدي وصيتي الأخيرة. قد اليوم صعب، 9 أشهر عم تشوفوا والدتكم عم تتعذب ومش قادرين تقدروا تعملوا لها شيء، وتوفت يوم عيد الفصح. يعني هذا شيء بيعزينا إذا بدك بطريقة ما، وشو بدنا نقول؟ كتر خير الله. ما عندي أكتر من هيك أقوله بالوقت الحالي. نعرف والدتك قديش كانت لما العيلة، وخصوصا أنت وأخواتك سارين وسابين. اليوم النصائح اللي كانت تعطيكم إياها بأيام الأخيرة بتتذكر؟ كان دائما تنصحنا أنه نضل حد بعض، نضل نهتم ببعضنا وما قلنا غير بعض. هاو كانوا كلماتها دائما تقلنا إياهم، ونحن هيك ماشيين على هالخطر ما بيقولوا. اليوم شو معقول تقولي لها لسارين لتقوية على الخسارة الكبيرة؟ ما في شيء بينقال على خسارة الأم يعني والأهل. ما في كلمة بتعزي، ما في كلمة. وخاصة أنه أما لسارين عانت من مرض يعني، وكان كل حواليها زعلان وعارف أنه هذا كيس كتير كتير صعب. وبس سيرين معروفة بإيمانها، وهذا اللي مقوية، لأنه أصلاً ما كنا عارفين قبل أنه أمها كانت مريضة. أنا مؤخراً يعني عرفت، فهذا الشيء بدل قديش هي كانت عم تتألم بصمت مع أمها. وبس إن شاء الله تكون هيدي خاتمة أحزانها وتفرح من أولادها وكل شيء حلو بتمنى لي. يعني الله يرحم أمها. موتة الأم مش هينة أبداً، هيدا يمكن أصعب كاس بيشربه الإنسان بالحياة. تتعزى أنها هي بمكان أحلى من هالأرض، مطرح ما في وجع ولا دموع. الله يرحم. ما في كلام بعزة غير الصلاة، وأنا وسارين معودين نصلي سوا وعن بعض أوقات لما نحتاج. فرح الله رح صلي لك بهالزمن المبارك، ورح نكون حدك كلنا مثل العادة. بعرف أنه هي بتؤمن أنه الموت منه إلا قيامة، وإما كانت موجوعة فأكيد هي بمطرح ما فيه وجع. بس الفرق صعب، خصوص الأم بيكسر، تحسي حالك بلا سند. دلي انه ان شاء الله الله يرحمها ويكون تكون نفسها بالسماء اكيد، ويخلي لها عائلتها اولادها. واهم شيء انه الانسان هيك يكون عنده ايمان ويقتنع، ومثل ما بيقولوا يفوت بالدوي، يعني عن جد يكون حاس حاله انه ردي يفوت بالعزة. لانه اول فتره كلنا بنعمل دينايل انه لا هذا شيء ما صار، وما بنرتاح الا لما بنقتنع عن جد ومنعزي نفسنا. فبتمنى لها انه عن جد تقدر تتخطى هالمرحله وتكون خاتمه احزانهم كلهم ان شاء الله. بدي اقول اول شيء الانسان بس يفقد اهله بحس بالعمر، بحس انه كبر. ان شاء الله تكون يعني الصبر بقلبها اقوى، والخساره ما حدا بيعوضها ابدا، خصوصي خساره الام. بقول لها انه بالنتيجه هيدي حال الدنيا، واكيد انه الله يصبرها، لانه اصعب شيء خساره الام. يعني انا ما بتخيل بحياتي انه اذا امي دقتها شوكه ما بعرف شو بعمل. فبحط حالي محلها هلا وبقول الله يكون حدا يعني ومع عن جد. بدي اقول لها الله يقويك ويعطيك الصبر، الله يرحمها امك، ان شاء الله تكون نفسها بالسماء. كانت ام صالحه بكل ما الكلمه من معنى، ونفسها بتستاهل السماء. الكلمة الوحيدة اللي قلت لها إياها من أكيد يعني أكيد عزيتها، إنه تتكل علي بالصلاة هيك لحتى كلنا نصلى تكون نفسها مرتاحة. وقت صعب، والأم أنت بتعرفي قد ما نقول بيكون مرحلة منا هينة. فمهم نحن نتحد معها، مش بس لما تكون إذا بدك بالتمثيل أو بالنجاح اللي عم تعمله. أوقات بيمروا مع الإنسان كمان حزن ووجع، نكون حدا بالحزن. سيرين لاحظتي إنه عدت كتير، أنا مش كتير بعزي وبفل وكذا، لانه نوعيه علاقتنا غير الفن. كل اللي بدي اقول قلت لها. هلا صار وقت الصلاه لامها، وان شاء الله يا رب مثل ما قالت هي تكون مطرح احسن واريح، والله يرحمها. قلت لها كل الحب لسيرين حبيبه قلبي. اليوم شفناك عم تلعب دور الاب الحنون الى جانب سيرين، وعم تجرب تخفف عن حزنها. ايه مزبوط، هو واجباتي. هيدا بيعني انه دائما المحبه بينكم. طبعا 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 طبعا. الله يرحم والدتها لسيرين، وسيرين يعني ما بتستاهل الا كل خير. هي حال الدنيا، يعني المرض عم بيستفحل فينا جميعا،
قد ما فينا نجرب نوقف حد سيرين، نجرب نوقف حد عائلتها. سيرين بحبها كتير وبقلها أنه الله يصبر قلبها. موت الأم وفقدان الأم أكبر وأعظم فقدان ممكن تفقدوه بحياتكم. راحت خميرة البيت الصالحة، راحت البركة، راحت الضحكة. هلأ بس نجتمع مع العائلة، ما حس ما في عيد كان لقلنا. بدي أقول لها الخسارة أكيد ما بتتعوض، لأنه الأم هي الدنيا كلها. بس بدي أقول لها أنه نحن مأمنين، نحن منآمن ومنعرف أنه هي راحت على محل أحسن. بتمنى لها بس هيك، الله يصبرها. يعني بيني وبينك ما فينا نقول أكثر من جرح الأم جرح كتير كبير، كيس مر بده يمرق على الكل، ناس قبل ناس. بس ما فينا نقول لها الله يصبرها وإن شاء الله نفسها بالسماء يا رب. شكرا لك. Thank you.